بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أرحب بكم أجمل ترحيب ضمن سلسلة محاضرات مورفولوجيا وتصنيف النبات ضمن المقررات لطلبة المرحلة الثالثة قسم علوم الحياة في كليات التربية والتربية للبنات. أتمنى أن تنال رضاكم. المحاضرة 11 وهي التي سوف نتطرق فيها عن الأنظمة الزهرية أو النواة. الأنظمة الزهرية هي inflorescences، ونقصد بها الأنظمة الزهرية نقصد بها مجموعة الأزهار التي تنتظم بتشكيل ترتيب معين ضمن الفرد النباتي. إذن النورة هي عبارة عن مجموعة زهرية. ترتيب هذه الأزهار أعزائي الطلبة بطريقة معينة، طبعا عندنا ترتيبات واسعة وأشكال مختلفة ضمن ترتيب النورة، نطلق عليه اسم النظام الزهري أو أسميها النورة الزهرية. فإذا ردنا تعريفها راح نقول النورة الزهرية هي زهرة واحدة، في بعض الأحيان تكون زهرة واحدة كالنورة الانفرادية في نبات شقائق النعمان، هي زهرة واحدة أو مجموعة من الأزهار تنتظم بطريقة معينة. علما أن هذه التقنية أو هذا الترتيب أو هذا التشكل هو ثابت، والدليل على ثباته هناك بعض النباتات أطلقنا عليها اسم نباتات العائلة المظلية أمبليفيرا، والسبب يعود كون النورة فيها نورة مظلية مركبة. النقطة الأخرى قد تكون النورة رأسية كابيتولم، وهذه صفة لنباتات العائلة المركبة وغيرها من الصفات الأخرى فيما يخص العائلة النجيلية أو النباتات الأخرى. إذن إذا أردنا تصنيف الأنظمة الزهرية فأستطيع أن أقسم الأنظمة الزهرية اعتمادا على طبيعة ونمو المحور الزهري وطريقة تفتح الأزهار إلى مجموعتين رئيسيتين. هنا بالنظام الزهري أنا عندي الحقيقة طريقتين لتفتح الأزهار. قد تكون الأزهار تتفتح من الأسفل إلى الأعلى، يعني أقدم الأزهار تكون في الأسفل، أحدث الأزهار تكون في الأعلى، أو عكسها، أقدم الأزهار تكون في القمة وأحدث الأزهار تكون في القاعدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قد يكون التفتح عندي من المحيط، محيط النبات باتجاه المركز، أو من المركز باتجاه المحيط. فإذا كان من القاعدة نحو القمة أسميه التعاقب القمي لأنه باتجاه القمة، وإذا كان التفتح يبدأ من القمة نحو القاعدة أسميه التعاقب القاعدي. أما إذا كان من المركز فنسميه من المركز نحو المحيط راح أسميه التعاقب المحيطي، وإذا كان تعاقب من المحيط نحو المركز أسميه التعاقب المركزي. إذن بشكل عام أستطيع أن أميز نظامين رئيسين هما النظام غير المحدود وأسميه indeterminate أو أطلق عليه racemos. النظام الثاني هو النظام المحدود determinate أو أسميه cymos. إذن racemos وcymos، indeterminate وdeterminate. النظام غير المحدود من صفاته إنه قمة النبات أو قمة النورة، إذا كان النبات إلى فرع واحد أو ربما يكون إلى عدة أفرع، قمم النورات أو قمة النبات عندما يكون إلى فرع واحد، هذه القمم راح تكون قمم نامية تنتج أزهار بمرور الوقت، كل ما اتجهت للأعلى تعطي زهرة ثانية وثالثة وعاشرة وهكذا. فهذا نسميه نظام غير محدود لأن النمو يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. عكسه هو النظام المحدود، الأزهار أول أزهار تكون في قمة النظام ثم بقية الأزهار يجب أن تخرج من أسفل هذه الزهرة اللي هي تعتبر الزهرة الأم أو نسميها زهرة رقم واحد. من خلال المخططات راح تتوضح لنا هذه الحالات ونشوف أهمية النورات في علم تصنيف النبات. النورات المحدودة، إذا قلنا نورة غير المحدودة indeterminate، النورات غير المحدودة indeterminate،
عندي أي، أما أن تكون سمبل بسيطة أو أن تكون مركبة. النورة إذا احتوت على محور رئيسي واحد بسيط أسميها نورة بسيطة. ليش؟ لأنه محور وتتوزع الأزهار على هذا المحور بالضبط، قلم رصاص وبهالمكان جزء زهرة وهنا زهرة وهنا زهرة، أسميها نورة بسيطة. ولكن إذا تضاعفت أو تعددت كل قلم، يعني من هاي الأقلام بدل لا تخرج منها ثلاث أزهار راح تخرج لي من بدل كل زهرة يخرج لي قلم ويحوي ثلاث أزهار، إذا راح أسمي ثلاث أقلام وثلاث أزهار في كل قلم راح أسميها بهذه الحالة نظام محدود أو نورات مركبة. إذن النورة البسيطة نورة أزهارها تتواجد بجميع الاتجاهات، أقدم الأزهار بالأسفل وأحدث الأزهار بالقمة، أفضل مثال عليها أزهار نبات الخفج أو أزهار نبات الفجل. رسيم اللي هي العنقود، العنقود طبعا الأزهار راح تأخذ أشكال مختلفة، الأزهار تكون بجوانب مختلفة، ونلاحظ تباين في أطوال الحويملات، الحويمل الطويل يكون بالزهرة القديمة والحويمل يكون قصير بالزهرة الحديثة، بعد مرور فترة الزهرة الحديثة أيضا تصبح قديمة وتأتي أزهار أخرى مشابهة للزهرة رقم واحد وهكذا. فالعنقود البسيط مثل ما قلنا مثال عليه أزهار نبات الفجل أو أزهار نبات الخفج وغيرها من النباتات الأخرى. طبعا نلاحظ موجود عندنا تركيب صغير نسميه برك اللي هي القنابة موجودة في أسفل كل زهرة من هذه الأزهار. اثنين عندنا سبايك، سبايك اللي هي سنبلة، والسنبلة راح تكون مثل ما قلنا سنبلة بسيطة، هنا الحديث كله عن النورات البسيطة. السنبلة هنا راح تكون مشابهة للعنقود تماما، الاختلاف الوحيد بيناتهم انه السنبلة تكون ازهارها جالسة اي عديمة الحويمل ليس لها حويمل الزهرة، اما كترتيب نفس الشيء راح تكون اقدم الازهار للاسفل واحدثها للاعلى، والقنابات راح تكون ايضا موجودة. هذه السنبلة البسيطة ألاحظها في نبات بلانتاغو وكذلك في أفراد العائلة بشكل عام، لاحظ نبات الزباد أو نبات لسان الكلب أو أذان الجدي وغيرها وغيرها من النباتات أو القريطة، كلها النورة مالتها تكون من نوع سنبلة بسيطة. رقم ثلاثة عندي على شرط حتى لا يصير عندنا تداخل مع النوع الثالث، الرقم واحد رسيم العنقودية والسنبلة تكون أزهارها ثنائية الجنس حتى أميزها عن رقم ثلاثة اللي هي الكاتكن وأسميها باسم النورة الهرية، وأقصد بها شبهوها بذيل الهر اللي يكون معقوف ومتدلي إلى الأسفل، سميت كاتكن لأنها نورة لا تقوى على أن تكون منتصبة أو قائمة كما في النباتات بشكل الاعتيادي في الرقم واحد واثنين، بل تكون هذه النوى متدلية ضعيفة كما في نورات نبات التوت أو التوكي وخصوصا النورات الذكرية، لأن مثل ما معروف بالنسبة لنا نبات التوكي يحتوي على أفراد قد تكون الفرد يكون ذكر أو أنثى، يعني كنخيل التمر ذكر أو أنثى، خاصة النورة الذكرية اللي احنا نسميها بالعامية فحل التوت تكون النورة متدلية معقوفة بسيطة وأزهارها تكون أحادية الجنس. هذا الاختلاف عد ما رد نقارنها مع النورة السنبلية البسيطة. اللي بعدها كولم، كولم نسميها نورة مشطية، النورة المشطية هذا لاحظها في نبات الجنيبرة كارداريا درابا، نفس العملية الأزهار القديمة الأسفل والأزهار الحديثة الأعلى، ولكن أسنان المشط مثل ما معروف لها مستوى واحد. شو تسوي الأزهار هنا؟ الأزهار راح تلتقي في نقطة واحدة بالأعلى، أما الأجزاء اللي تحملها قلنا عليها الحويملات تكون بشكل خيوط أو بشكل خويطات، هذه الحويملات صلدة قوية ترفع الأزهار وين؟ إلى الأعلى، راح يصير عندي تباين في أطوال الحويملات مع تساوي في مستوى الأزهار، لذلك أسميها باسم النورة المشطية. خمسة اللي هي أمبل، أمبل نقول عليها بسيطة، مظلة بسيطة،
أمر من أنواع النورات البسيطة مثل المظلة بالضبط، من نقطة واحدة تظهر عندي مجموعة من الأزهار. هنا أنا راح تكون عندي أحدث الأزهار راح تكون بالقمة، أما أقدم الأزهار راح تكون بالجانبين. يعني إذا كانت المظلة بهالشكل، هالنقطتين ظهرت هذا سميها زهرة رقم واحد، منها واحد منها واحد، من ثم زهر رقم اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، ورقم أربعة راح تكون بالقمة. هذا سميها مظلة بسيطة، وأقدر ألاحظها بسهولة في ثمار نبات الكاليبتوز كأشجار. ستة، سبادكس، النورة الأغريضية. النورة الأغريضية تحدثنا الحقيقة سابقا عندما تحدثنا عن القنابات، وذكرنا السبادكس تكون مرافقة للقنابة، لأن النوع سباث أو نسميها القينوة. النورة الأغريضية راح نلاحظها قد تكون أزهار ذكرية وأزهار أنثوية كما في الجنس آرم، وكليتنا ملاحظيها في نخيلة التمر اللي نلاحظ به هذه النورة اللي نسميها الشراميخ مالت التمر. يعني في لحظة معينة كانت منضدة هذه الأزهار داخل هذا التركيب الزورقي المتخشب اللي نسميه القنابة من نوع قينوة، والنورة نسميها من نوع سبادكس اللي هي النورة الأغريضية. هذه النورة حقيقة هي في طبيعتها أو في تصنيفاتها الأولية هي عبارة عن عنقود بسيط، ولكن هذا العنقود يكون فاقد للحويملات، يعني وكأنما عناقيد جالسة أخذت شكل واحد. ليش تجتمع سوية مع بعض ويكون تنعرف يحملها هذا الجزء المتخشب الصلب؟ وأفضل مثال عليها الأزهار الذكرية والأزهار الأنثوية الموجودة في نبات نخيل التمر. رقم سبعة، كابيتولم. كابيتولم نسميها أو نسميها هيد في بعض الأحيان، نورة رأسية. النورة الرأسية هذه صفة لنباتات العائد المركبة أو نسميها أستريسي العائد النجمية. نلاحظ نورة عباد الشمس أو حتى الأزهار النورات ذات الصغيرة كما في الجزانيا والكالندولا والبابونك وغيرها من النباتات اللي تتبع لهذا العائلة. بس أوضح وأكبر مثال نقدر نشوفه بحياتنا اليومية هي نورة عباد الشمس. مثل ما قلت هذه النورة الأزهار يبدأ التفتح بها من المحيط نحو المركز. إذن أقدم الأزهار تكون في المحيط، وأحدث الأزهار نجدها في المركز. والدليل على ذلك أعزائي الطلبة، إذا نأخذ هذه النورة المثمرة نسميها الطبق لعباد الشمس، وعندما نحاول استخراج الثمار اللي هي نسميها ثمار السبسلاء موضوعنا القادم إن شاء الله، نشوف الثمار المكتملة واللي أصبحت مثمرة وناضجة نجدها بالمحيط. كلما اتجهنا نحو المركز نجدها أثمار في بداية تكوينها، ثمار صغيرة الحجم. ومن هنا نستدل على أن أقدم الأزهار في المحيط وأحدث الأزهار تكون موجودة في المركز. نعم، هذه الحقيقة بعض المخططات اللي توضح لي النورة المشطية البسيطة على اليسار. نشوف الأزهار تقع في مستوى واحد، أما الحويملات تقع لي في بأطوال أو تتواجد بأطوال مختلفة وتقع في أماكن مختلفة. نشوف زهرة رقم واحد تمتلك أطول الحويملات، زهرة رقم ستة أو سبعة تمتلك أصغر الحويملات، وقلنا مثال عليها كرداريا درابا نبات الجنيبرة. هنا أنا عندي مظلة بسيطة اللي تلاحظوها من الجهة اليمين على رقم اثنين، مظلة بسيطة نشوف الأزهار الكبيرة الحجم هي موجودة بالجناحين، ثم الأزهار الأصغر رقم اثنين ورقم ثلاثة وهكذا رقم أربعة. إذن التفتح راح يكون من المحيط نحو المركز. أما بالنسبة للنورة المشطية المركبة راح يصير عندي، إذا نقارنها مع البسيطة راح يصير عندي نفس النظام، ولكن اللي راح يحصل هنا عندي بدل كل زهرة من هذه الأزهار، يعني أعزائي الطلبة إذا يجيك رسم بالامتحان يطلب منك رسم نورة مشطية مركبة، مبدئيا راح ترسم نورة مشطية بسيطة، ثم تزيل كل زهرة من هذه الأزهار، تزيلها وش تخلي بمكانها؟ تخلي بمكانها نورة مشطية بسيطة بدل كل زهرة، وبالتالي راح أحصل على نورة مشطية مركبة. وهذه حقيقة نلاحظها بشكل واضح في ثمار زهرة القرنابيط
براسيك أو لرأسيه. أما النورة المظلية المركبة فمثل ما ذكرت بنفس الطريقة، إذا طلب من عندنا رسم النورة المظلية المركبة compound ampel راح يكون عندي نفس الرسم، بس بدل كل زهرة من هذه الأزهار بالمظلة البسيطة راح أمسح الزهرة وأرسم بمكانها مظلة بسيطة، وبالنتيجة راح أحصل على نورة مظلية مركبة. يعني نحول الزهرة إلى مظلة، بدل ما تكون زهرة في كل مظلة من هذه المظلات البسيطة راح تكون دي مظلة بسيطة بدل كل زهرة، حتى أنتج أو أكون أو أنشئ مظلة مركبة أو نورة مظلية مركبة. وبالتالي نعرف أنه هذه النورة المظلية الكبيرة compound ampel هي صفة لنباتات العائلة المظلية أمبليفيرا، أو نسميها عائلة أبيسي، اللي يتبع لها جنس الكرافس أبيوم، اللي هو يعتبر الجنس اللي تمت تسمية هذه العائلة على اسم أبيوم ومشتقة من هذا الاسم. وطبعا بها نباتات كثيرة، عندنا نبات الشبنت ونبات الحبة الحلوة ونبات الكزبرة ونبات الكمون ونبات الجويفة أو نسميها نبات الحزن من النباتات البرية، والجنس فريولا وغيرها من النباتات من العائلات العالمية اللي تمتاز طبعا بطبيعتها أنه ذات محتوى كيميائي، على الأغلب تكون هذه النباتات طبية. عند المجموعة الثانية من النورات اللي هي أقول عليها compound compound، أما أن يكون رسيم يعني عنقود مركب، أو تكون مشطية مركبة، أو تكون مظلية مركبة، أو تكون سنبلية مركبة. الحقيقة تحدثنا عن المشطية والعنقودية والمظلية، بقى عندنا السنبلة اللي نلاحظها في هذا الشكل أو في هذا الرسم. السنبلة البسيطة مثل ما ذكرنا تكون حاوية على أزهار جالسة، بمعنى أنه هذه الأزهار عديمة الحويملات الزهرية. إضافة إلى ذلك تكون الأزهار متقاربة وذات قنابات، هذه مثل ما ذكرنا قبل قليل لاحظها في نبات بلنتاغو أذان جديد. أما السنبلة المركبة، حتى أقدر أكون أو أشكل سنبلة مركبة ايش راح أسوي بالرسم أعزائي الطلبة؟ أحذف أو أمسح، بدل كل زهرة أمسحها وأخلي بمكانها سنبلة بسيطة تحتوي على ثلاث أزهار على اليسار وثلاثة على اليمين، وهكذا إلى أن أحصل على السنبلة المركبة compound spike اللي هي تعتبر إحدى صفات نباتات العائلة النجيلية أجرامني. وهذه مثل ما ذكرنا نسميها سنبلة، وهي مثال عليها نبات الحنطة والشعير راح تكون سنبلة مركبة. ويتبادر لأذهاننا بعض الأحيان كلمة سنبلة هي صفة للنجيليات، لكن الحقيقة السنبلة المركبة هي صفة للنجيليات وليست السنبلة البسيطة سمبل سبايك. عندي الآن مجموعة من الأزهار أو النورات اللي تخضع لنظام آخر أسميه ديترمينيت، ألا وهي النورات المحدودة أو أسميها سايموز، أطلق عليها رقم واحد مونوتشيزيوم. وقبل نتحدث عن مونوتشيزيوم يجب أن نفهم أنه النورات المحدودة الزهرة رقم واحد تكون موجودة في قمة النظام، تتوقف قمة النظام عن النمو عكس النورات غير المحدودة، ومن ثم تبدأ تخرج الزهرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا من أسفل الزهرة رقم واحد، لذلك نسميه نظام محدود. إذا نباوع على الرسم نشوف زهرة رقم واحد وأسفلها خرج الزهرة رقم اثنين، بينما غير المحدود نشوف العملية معكوسة. عندي مونوتشيزيوم، كلمة مونوتشيزيوم يعني أحادي الشعبة، يعني شعبة واحدة أو فرع واحد أو شطأ واحد يخرج من أسفلها. شو راح أسميها هذه مونوتشيزيوم؟ أحادية الشعبة أو أحادية الشطأ. طبعا راح تأخذ عندي أشكال، هذه الأشكال قد تكون سمبل مونوتشيزيوم، يعني زهرة واحدة فقط تخرج من أسفل النظام، وفي هذه الحالة ستحتوي النورة فقط على زهرتين، الأولى بالأعلى والأسفل منها زهرة رقم اثنين وسميه
أحادية الشعبة البسيطة، يعني فرع واحد خرج من أسفلها، وهذا لاحظها في نبات المديد اللي هو كونفول فاليس. رقم اثنين هيليكويد. إذا باوع على الصورة اللي بالوسط رقم اثنين، زهرة رقم واحد بالأعلى خرجت من أسفلها زهرة رقم اثنين، ومن ثم من أسفل زهرة رقم اثنين تخرج زهرة رقم ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وهكذا نجد جميع الأزهار من اثنين إلى رقم ستة كلها بالموقع تقع أسفل الزهرة رقم واحد. وهذه ألاحظها ونسميها النورة القوقعية، ألاحظها في العديد من نباتات العائلة بوراجينيسي. جميع الأزهار تكون على جهة واحدة. السكوربويد نسميها النورة العقربية، هنا راح تتم عندي بنفس الطريقة، ولكن الزهرة النورة العقربية الزهرة الأولى في القمة تخرج من أسفلها زهرة رقم اثنين، ثم تخرج من أسفل زهرة رقم اثنين زهرة ثالثة باتجاه اليسار، ثم زهرة رابعة باتجاه اليمين واليسار واليسار واليمين، وهكذا حتى تنتهي. فتبقى هذه النورة ذات زهرة تمثل رقم واحد في قمة النظام، أما البقية فتكون بشكل يشبه بذيل العقرب، تكون معقوفة. فرقها عن النورة القوقعية الأزهار تكون على جهتين بشكل زجزاج، نقول عليها يسار ويمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. أما القوقعية الأزهار كلها تكون على جهة واحدة، وهي الحالتين بإمكاني أن ألاحظهم وأشوفهم في نورات تعود لنباتات من العائلة بوراجينيسي، عائلة ورد لسان الثور. حتى إن هناك نبات لأهمية هذه النورة يطلق عليه باسم نبات ذيل العقرب، وهذا مشتق من شكل النورة الموجودة في هذا النبات. الفرع الآخر اللي هو دايتشيزيوم. دايتشيزيوم هنا عندي الزهرة الأولى تكون في القمة تخرج من أسفلها، وفي وقت واحد ومن مكان واحد زهرتين، تسمى زهر رقم اثنين على اليمين وزهر رقم اثنين على اليسار. نعطيهم نفس الرقم ليش؟ لأن عمرهم واحد وتم نشوءهم أو ظهورهم في وقت واحد، وتبقى الزهرة بالأعلى زهر رقم واحد هي تمثل لي القمة. فهنا راح أسميه نظام محدود، ولكن أسميه دايتشيزيوم، ثنائي الشعبة أو ثنائي الشطئ. وهذه بإمكاني أن ألاحظها في نباتات من العائلة القرنفلية. إذا كان ليكاريوفليسي، إذا كانت الزهرتين فقط موجودة راح أسميها نورة محدودة ثنائية الشعبة البسيطة. نورة محدودة ثنائية الشعبة البسيطة. انتبهوا إلى هذه النقطة أعزائي الطلبة، لأن عندنا كلام آخر عن نورة أخرى تكون نورة محدودة ثنائية الشعبة المركبة، حتى نشوف الاختلاف بين الاثنين. الحالة سي بوليتشيزيوم. البوليتشيزيوم هنا عندي زهرة رقم واحد تخرج في قمة النظام، ومن ثم تخرج أزهار ومن مكان واحد تخرج بالتتابع. إذا كانت زهرة رقم واحد بالقمة أقرب زهرتين تخرج من أسفلها تكون قريبة من عندها رقم اثنين، زهرتين ثم زهرتين أخرى تأخذ رقم ثلاثة، ثم زهرتين أخرى تأخذ رقم أربعة. إذن هنا عندي صار التفتح من المركز نحو المحيط على اعتبار النورات محدودة، على العكس من التفتح الذي يبدأ من المحيط نحو المركز في حالة النورات غير المحدودة. إذن هنا عرفنا مونوتشيزيوم زهرة واحدة، دايتشيزيوم زهرتين تخرج من مكان واحد وفي وقت واحد، بولي عديدة، وهذا يقدر ألاحظها البوليتشيزيوم في نبات الشمعدان اللي نسميه بيلرغونيوم، وكذلك في نبات يباع في المشاتل من نباتات الزينة نسميه عطر الشاي اللي هو بيلرغونيوم. وهذه المخططين توضح لي نورة محدودة ثنائية الشعبة البسيطة سمبل دايتشيزيوم سايم على اليسار، نورة زهرة رقم واحد للأعلى وزهرتين على الجانبين. أما نورة محدودة ثنائية الشعبة المركبة، هنا راح يصير عندي ذكرت لكم انتبهوا للاختلاف أعزائي الطلبة، راح تخرج من أسفل زهرة رقم اثنين باوع،
تخرج لي مرتلخ، يعني بدل كل زهرة راح تخرج لي أزهار أخرى. الحقيقة رقم واحد بالجانب، هنا أنا عندي ظهرت لي رقم اثنين اللي هي مكتوبة رقم ثلاثة، هي الحقيقة رقم اثنين هذه تعتبر، ومن أسفل رقم اثنين تظهر لي رقم ثلاثة وثلاثة على الجهتين وهكذا. يعني يفترض في هذا الرسم تكون زهرة رقم واحد بالأعلى وزهرة رقم اثنين تكون على الجانبين، وأربعة أربعة أزهار تمثل لي رقم ثلاثة. أكو خطأ هنا بالترقيم، الحقيقة راح أصير عندي سبع أزهار أسميها نورة محدودة ثنائية الشعبة اللي هي المركبة، وهذه ألاحظها في نبات خرز بت الفلاح اللي هو فكاريا، وكذلك ألاحظها في نباتات البعض منها يعود للجنس سايلين، والاثنين هم يعودون للعائلة القرنفلية كاريو فليسي. هنا عندي النورات نسميها النورات الخاصة، هذه الحقيقة النورات ما تتبع للنظامين، لا هي نورات محدودة ولا هي نورات غير محدودة. أستطيع أن أطلق عليها Special Inflorescences، وأفضل مثال عليها هي النورات الكأسية سايثيم، وهذه ألاحظها في نبات إيفوربيا أم الحليب، نبات أم الحليب اللي يتبع لنفس العائلة إيفوربيسي. هذه الحقيقة النورة تتألف من ست أزهار، هالأزهار الستة هذه خمسة منها تبدو الأزهار ذكرية، والزهرة السادسة تكون أنثوية بالوسط. فاللي ما يعرفها حقيقة أو الشخص أو الباحث المبتدئ يتصورها هي عبارة عن زهرة، ولكن في حقيقة الأمر عبارة عن نورة زهرية تتألف من ست أزهار، واحدة منها أنثوية وست أزهار. هذه الحقيقة ما تخضع إلى نظام معين، والدليل نعرفها أنه هذه نورة وليست أزهار، نلاحظ في الأسفل وجود القنابات بشكل وردي الترتيب أسفل هذه المجموعة من الأزهار. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية النورة اللولبية، النورة اللولبية هذه نسميها فيرتسليت، أو نقول عليها النورة السوارية. الحقيقة النورة السوارية ألاحظها في نباتات النعناع والريحان والبطنج، كلها نباتات العائلة الشفوية، وكلنا شايفين الريحان عندما يبدي بالبيت بعد ما ينتهي من التزهير ويثمر، نلاحظ المحور النورة اللي متجه للأعلى، نلاحظ عليه فت تراكيب قرصية الشكل هالشكل بشكل دوار، والأزهار بشكل محيطي سواري تتجه نحو الأسفل. هذا يسميها نورة. احنا إذا ردنا نفهم أو ندرس موقع هذه نشوف كنورة هي قمتها مستمرة، ولكن تنشأ لي نورات نعتبرها أزهار نعتبرها محدودة من المكان الواحد، ولكن بمعنى قمة النظام تكون غير محدودة والجانب مالته يكون محدود، فهذا النظام يعتبر خليط للاثنين، نظام محدود ونظام غير محدود، وأسميها نورات لأنه ما تخضع الحقيقة للنظامين الآخرين المذكورين سابقا، فنسميها فيرتسليت اللي هي النورة اللولبية. النورة الأخرى اللي نسميها النورة التينية اللي هي سايكونيوم. الحقيقة النورة سايكونيوم هي من النورات الغريبة اللي لو نلاحظ أو ندقق بها بعد ما نفتح هذه الثمرة من الجزء العلوي بهالشكل لأصبحت عندنا نورة بشكل الرأس، نلاحظ بها الأزهار الذكرية نحو الأعلى والأزهار الأنثوية اللي هي تكون أكثر عدد حقيقة تكون نحو الأسفل. هالمجموعة من الأزهار يتم التلقيح داخل هذه المبايض، وبالتالي تتكون عندي الثمرة التينية المعروفة لنا، وكلنا نتحسس بوجود البذور عندما نأكل ثمرة التين من خلال تكسر البذور الصغيرة تحت أسناننا، والثمرة تكون حلوة وذات محتوى غذائي جيد وناضجة وكبيرة الحجم. الحقيقة بعض الأحيان، هذه معلومة لكم أعزائي الطلبة حتى تفهموها، بعض الأحيان هناك تين يظهر على الشجرة في بداية الفصل وربما يظهر في نهاية الفصل، فهذا التين معظمه يتساقط، العامية يسموه تين الهوى. ولو دققنا في أزهار هذا النبات لوجدنا أن ثمار
هذا النبات هي أما أن تكون أزهار ذكرية فقط لا تحتوي على أزهار أنثوية، لذلك مهما كبرت هذه الثمرة وحاولت أن تنضج لا توجد أزهار أنثوية قريبة منها لكي تلقحها وتكمل الثمرة وتنضج البذور. ليش؟ لأنه أزهارها ذكرية فقط، لذلك معظمها تتساقط وربما يتأسف البعض عليها لسقوطها، لكنه لا يعرف لما سقطت هذه الأزهار. والدليل هذه الأزهار سواء بقت أو سقطت هي ليست ذات أهمية اقتصادية، وبعد فترة تظهر الثمار الناضجة التي تحتوي على الأزهار الذكرية والأنثوية وبالتالي تحتوي على البذور، وراح نطلق عليها ثمار التين الحقيقية. وربما في انتهاء الموسم تظهر لنا أزهار أخرى تحتوي على تظهر نورات العفو تحتوي على أزهار أنثوية فقط، وبالتالي لا تنفع أو لا تنضج هذه الأزهار إلى ثمار، وبنفس الوقت ليست لها أي قيمة تصنيفية أو لها قيمة غذائية. هنا عند النورة الرأسية اللي هي رسم يتبع إلى السلايد اللي السابق، نباوع بيه نشوف النورة الزهرية اللي هي عبارة عن هيك، نشوف بيه الأزهار الأكبر حجم، هذه الدوائر الكبيرة تكون بالمحيط، وكل ما اتجهنا إلى المركز نجدها تكون بحجم أصغر. هذه إنها أفضل مثال عليها نبات عباد الشمس. الآن عندي آخر جزء حتى نختم محاضرتنا أعزائي الطلبة، أهمية النورات في علم التصنيف النباتي. الحقيقة هناك الكثير من النباتات سميت بأسماء تبعا لطبيعة النورات التي تحتويها، وهناك عائلات نباتية بإمكاننا أن نميز أو نشخص هذا النبات بأنه يعود إلى العائلة الفلانية من خلال نورته، إن كان العائلة النجيلية أو كان من العائلة بوراجينيسي أو كان من العائلة الشفوية أو من العائلات النباتية الأخرى كالعائلة المظلية، وكذلك عائلات نباتية أخرى مثل نبات الكاليبتوز اللي تكون نورته بسيطة مظلة بسيطة، في حين العائلة المظلية تكون النورة فيها مظلة مركبة. إذن أعزائي الطلبة، النورات تمتاز بالثبات، وبإمكاننا أن نعطي رينج معين، لأنه حقيقة عندما نقول نورة عنقودية بسيطة على سبيل المثال تكون أقدم أزهارها في الأسفل وأحدثها بالأعلى، وبنفس الوقت في دراساتنا نستطيع أن نثبت أعداد الزهرة الواحدة في النورة يتراوح من كذا إلى كذا دون أن نعطي رقم واحد ثابت، لأنه حقيقة هذه إذا كانت النباتات برية كلما كان الربيع لا تزال الأمطار وفيرة والنبات لم يتعرض إلى جفاف نلاحظ النورات تبدأ تستطيل وتعطي لنفترض 70 زهرة في النورة الواحدة، ولكن في السنوات التي تكون الأمطار غير وفيرة والنبات صغير الحجم يتعرض إلى الجفاف نلاحظ أنه هذه النورات ربما عدد الأزهار لا يتجاوز 20 زهرة. فهنا يجب أن لا يقع الباحث في خطأ عندما يقارن النبات بين سنة وسنة أخرى، وهكذا من حيث النضوج نستطيع عندما نجمع الأزهار أن ندرس الثمار القديمة أو الأزهار القديمة التي تحولت في طريقها إلى الإثمار، ونعتبر الأزهار الحديثة هي أزهار لا تزال غير ناضجة من خلال قياسات الثمرة والبذور ونضوج البذور وأشكالها وأحجامها وألوانها. نحاول التركيز على الأجزاء البالغة ضمن النورة الزهرية. أعزائي الطلبة، إلى هنا تنتهي محاضرتنا 11 عن النورات الزهرية أو النظام الزهري، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وهي المحاضرة 12 لنتحدث فيها عن الثمار وأنواع الثمار وطبيعة الثمار للتعرف على أدوارها في تصنيف النباتات لتضاف إلى محاضراتنا القادمة والسابقة إن شاء الله. إلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.